أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، فهذه الرقية المباركة من كلام الله عز وجل يستمع إليها المصاب بفقدان الشهية بعين أو سحر أو حسد، ويكرر معي الآيات التي أكررها، ويستمر على ذلك حتى يشفى بإذن الله عز وجل. وعند الاستماع والقراءة ضع يدك على بطنك، وبالضبط فوق معدتك، مع الضغط قليلا حتى تنتهي من القراءة والاستماع، وتقرأ هذه الرقية المباركة كذلك على ماء، إن وجد ماء زمزم فبها ونعمة، وإن لم يوجد ماء زمزم فماء المطر، وإن لم يوجد ماء المطر فماء الأبار أو العيون، وإن لم يوجد ماء الأبار أو العيون فأي ماء طاهر. وتقرب الماء من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة تنفث في الماء 3 مرات بريق خفيف، ويستعمل هذا الماء للشرب منه يوميا على الريق، وتستمر على ذلك حتى يأتي الفرج بإذن الله عز وجل. وأيضا تقرأ هذه الرقية المباركة على زيت الزيتون الحر، وتقربه من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة تنفث فيه 3 مرات بريق خفيف، ويستعمل هذا الزيت للدهان به، وركز فقط على البطن وخاصة فوق المعدة، وافعل ذلك 3 مرات يوميا عند الصباح وفي وسط النهار وعند المساء حتى تشفى بإذن الله عز وجل.